يسعد اوقاتكم مستمعينا، مجدد تحيه لكم. وصار موعد فقره الابراج مع خبيره الابراج والفلك نايا نعمان. وطبعا انتم عم تسمعونا عبر المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه بصفحه الفيسبوك وقناه اوغاريت وايضا اذاعه امواج اف ام. صباح الخير نايا. صباح الخير سندوس، اهلا وسهلا فيكي وبكل المستمعين اليوم يلي منتظرين صراحه وجودك حاليا. شو بتخبرينا؟ تفضلي. القمر بالعقرب، اي اجواء مائيه رائعه جدا، مفرحه، كلها مفاجات، افراح، مكاسب، عزائم، دعوات، لقاءات تطال. عزيزنا العقرب، الحوت، السرطان الجميل الحساس مع الجدي والعذراء. بينما بيت مال عزيزنا الميزان يبقى مفتوحا. العزيم عليك يا ميزان، كفو. مربع ضاغط مزعج، في تأخير هز بدن على الثور، الأسد، الدلو مع القوس، لأنه القوس بيكون ببيت متاعبك صديقي القوس. شغلة يوم بكرة بتكون أوكي. منبلش الحمال، يلا مولود الحمل. الحمال، ينحسر اهتمامك بشأن مالي وزيادة من رب العالمين، ومال يصلك من صديق أو قريب، وأخبار جميلة من الخارج تسعدك، تحسن كبير ومال عندك. أنت كتير بوضع، حاسس حالك أنه مزعوج، عم تحس لكن بقلبك أنه في حلول جاية، عم تشفى من مرض، عم تحل قضية شاغلتك. للبعض عندهم مال، عاطفيا ما تكون بعيد عن الشريك، حاول تقرب وجهات النظر حتى ترجعوا. الثور، غدا ترتاح، اليوم تنشغل بأعمالك أو تنهي أعمال سابقة. طبعا القمر بمربعك بالعقرب الجميل، في زيادة بالدخل أو بداية لعمل جديد، شراكات، علاقات عم تنتهي منها، فرص ارتباط، عم تحس أنه ما حدا عم يساعدك أو ما حدا عم يقدر يعمل لك شيء اللي أنت بدك إياه، خاصة من الشركاء بالشغل. هالشي عم يزعجك، يخليك تعمل مشكلة. ريلاكس، روق حتى تمر بسلام. عاطفيا عم تفكر بارتباط او بدك تستقر، لكن المشاكل عم تزيد مع الشريك، ريلاكس قد ما فينك. الجوزاء، انهي اعمالك اليوم، استفيد من كافة الكواكب، بتسهل لك سفر، تنقل، علاقة مع غرباء. صح حاسس في تعب، صح حاسس في شغل كتير، صح حاسس انه صحتك بحاجة لانتباه، لانه انت قدام يوم طويل صعب، يعني هاليوم صعب فعلا، عم تحس بتراكم اعمال، وهالشي بخليك بحاله من الضياع. رتب امورك، بلش بالضروري ورح تخلص الكل. تعامل مع الشريك بحذر واعطيه اعذار لقله اهتمامه اذا بدك تستمر العلاقه. السرطان، أتمنى أن تستفيد من هذا اليوم، أنت أكثر الأبراج حظا وعلى كل الأصعدة، توقع تحقيق حلم جميل، حظ، عاطفة، فرص، رح تفرح ببدايات جديدة، في فرصة مهمة كتير، خليك جاهز للنجاح لأنه الحظ عندك، عندك قدرة رهيبة لتعمل حلول لكل العائلة. عاطفيا افتح قلبك، رح تلاقي رومانسية مطلوبة من الشريك أو حب جديد إذا بدك، إذا كنت أعزب يعني. الأسد، استعد لأسبوع رائع، تهتم بعمل، بعلاقة مع أخوة وأخوات وأقارب وأولاد، هي فترة جميلة. هو صح اليوم القمر بمربعك، لكنك عم تهتم بأمور عائلية وبيتية، عم تفكر اليوم ببيتك أو ببيع أو بشراء، وممكن صحة أو مشغول بصحة أحد أفراد العيلة، مو مرتاح بالك أبدا، في قصة تخص العيلة، عندك قلق من هالموضوع كتير. عاطفيا ما تكون عنيد، اترك مجال للتفاهم مع الشريك حتى لو كان هو الغلطان معك. العذراء، انهي اعمالك اليوم، استفيد من اورانوس الموجود بالثور، بيسهلك الانتقال من الى منزل تاني، الى بلد تاني، وبلوتو الموجود بالجدي بيمنحك الحظ المطلق، في حركة سفر، تواصل، يوم بيحمل لك سفريات قصيرة، اتصالات، زيارات، لقاءات، مواعيد، قادر انك توصل رأيك، والاجواء كلياتها هي لصالحك لتطور شغلك ولنجاحك الدراسي. عاطفيا لا تتعامل مع الشريك باستفزاز اليوم، لانه ناطرتك اجواء كتير حلوه. الميزان،
اليوم العزيمة عليك يا ميزان، كفو بعرفك. استعد منزل غد اتصالات مع غرباء مباشرة لعمل جديد، توقيع عقد شراكة تجارة مربحة، أنت المحظوظ ماليا، مبلغ مالي مصروف زايد طبعا كمان. عم تعيد حساباتك، عم تدفع كتير، بدك تنظم أمور الشغل أو تبدأ شغل جديد، أنت بحاجة لحلول ولتطلع من وضعك. أما الشريك فأنت أمام اختبار للثقة من الشريك، خليك منتبه مشان ما توقع بالمحظور. العقرب الجميل، ما زلت يا عقرب ملك الأبراج، قادر على تحقيق كل أحلامك، أنت الأكثر حظا وعلى كل الأصعدة. أتمنى أن تستفيد من هذا اليوم، بدايات جديدة، حظ أفضل، نشيط، طاقة عالية، قادر تقلب كل الأمور لمصلحتك وتوصل للبدك يا. أنت ملفت للنظر، ما تترك مجال للماضي أبدا يضعفك، فكر بشي جديد تعمله، رح توصل ليوم مميز حتى تنجح عاطفيا. ما تعطي الفرصة الشريك يستفزك، خليك رايق وكل شي رح يكون مثل ما بدك وعلى ذوقك. القوس، استعد لفترة جميلة من بكرة طبعا، خليك اليوم بالبيت، خطط لفترة رائعة وغدا رح يوصلك القمر. تراجع بالمعنويات، عدم راحة، مو رايق، أنت بحال صعب، بتحس أنه ما في شيء عم يزبط معك أو عم يكمل، وهالدنيا مش يعني للعكس، ما عم تعرف ليش متضايق، لأنه القمر ببيت أعدائك. الحظ ضعيف، صبور شوي على بكرة. عاطفيا بتحس أنه الحياة ما عم تعطيك الاستقرار بالحب، ما في شيء عم يريح قلبك، أنت بدك تسافر، حتسافر، طول بالك. الجدي، فترة جميلة جدا على صعيد المال أو البيع أو الشراء والعلاقات المالية، قد تتلقى مكافأة معنوية أو ترقية تسعدك، عزائم، لقاءات اجتماعية من الأيام اللي بتحمل لك كل تطورات اجتماعية على صعيد الأصدقاء، عم يكتروا من حول منك، لكن في شيء مشحون، عم يكون شيء جواتك مش مريحك، في قلق كتير كبير، بتحس حالك أنك مش مرتاح. ابتعد عن المجازفات بالحب وخليك عقلاني شوي، لأنه اللي جاي أفضل بكتير. الدلو، ترتاح منذ الغد، الآن تشعر بعدم الإنجاز، توقع فترة قادمة رائعة جدا. ما تنسى الشمس بمثلث مع برجك، عم توعدك بالنجاح والتفوق. يوم مهم، تغييرات مهنية فيها شوية توتر، عم تشهد علاقاتك الخاصة بمجال الشغل، عم تحس انه في ناس بدها تخرب عليك وتضرك، خليك حذر، ما تخلي حدا يستفزك، ركز بشغلك وبس، الاختبارات اللي عم تعيشها كلها رح تزول. عاطفيا انت بعيد عن الاستقرار بعاطفتك، وهالشي ما عم يساعدك لتريح قلبك. الحوت، أتمنى ختام مسك، أتمنى أن تستفيد من هالفترة، أنت محظوظ، القمر يعدك بالنجاح الدراسي، التفوق العلمي، قد تباشر عمل جديد يسعدك، سفر، أشخاص جدد. ما بين الضغوطات الكبيرة اللي عم تعيشها والحالة الصعبة، رح توصل لفرصة رح تبلش فيها من بدو جديد، انتبه بكل خطوة، الحظ عم يدعمك، خليك منيح، رح توصل، خليكم بتحبوا بعض. عم تنزعج شوي من الشريك والكبرياء عم يمنعك انك تشكي وضعك، لكنك رح تكون بأفضل حال يا حوت، خصوصا لما بيجي المشتري ب 29-12 لعندك. مولود أو مولودة 2 كانون الأول، مولودة اليوم ملكة واثقة من نفسها، تؤمن بذاتها وقدراتها، تحب إنجاز عملها بحماس، عندها قدرة كتير كبيرة على التحمل، تتمتع بالشجاعة والحزم، تحب أن تكون متميزة وهي كذلك، ما تشكك بولاء، هي مثال للوفاء، وعندما تقول كلمة بتكون مثل السيف، رح تشوفها أن مرافقتك بجميع حياتك، بتعينك بكل أمورك، قد يتطور اهتمامها الزائد لتدخل، بكل الأحوال تبقى هي نعمة السند. بانتظارك مولودة اليوم انطلاقة مميزة، نجاحات تخصك بشكل شخصي، مهني، ترقية تخص أولادك، زوال لخضات وأوجاع وهموم سابقة، أفراح تخصك وتخص محيطك، مشاريع استثمار لأول مرة عم بتخوضي فيها، تنقلات وأسفار لأماكن ما شفتيها من قبل، عقبال المية، 100 عام من التقدم والنجاح. مولود 2 كانون الأول. كل عام وانتم بألف ألف خير مواليد اليوم، وشكرا لك يا نايا. وفي بالك تحكي شيء قبل ما نستلم الرسائل، ناخذ اتصالات؟ انا حاحكي اليوم، في صبيه امبارحه بعثت لي واصرت، اسمها بتول، فقلت لها انا وعدتها اني احكي عن اسمك، وهي بيقل التعريف وهو بيعطيها قوه، لكن هو للاسف ما عطيها اي قوه. بتول الطبائع، ان شاء الله تكوني معي على السمع يا بتول، ام علي المميزه، الطبائع طبيعه ترابيه وطبيعه مائيه،
طبيعة متوالفة متكاملة كالعجينة، فالماء يروي التراب، في توفيق بالحياة وتصالح مع الذات. بداية الاسم با، با مفتوح وهي بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أي بداية الفرج والخير. حرف الواو ود ومحبة. البت الباء والتاء يعطيها جمال ودقة ملاحظة. الول بتول أو ال هو يعطيك الحظوظ والاستقرار. الاسم جميع حروفه مفتوحة، يفتح طاقات الخير بإذن الله. مجموع اسم بتول 9 هو رقم السعد الأكبر، أي بتاخد حياتها وبتاخد كل الحظوظ من جميع النواحي. لكن بيكون في معاكسات صعبة ببيت الأهل، قد يكون أوضاع صحية مريضة، قد يكون أوضاع عاطفية مانا مريحة. هي فتاة رقيقة جميلة بطبع محبب، تجد الدلال الكثير بالمستقبل، عندها مستقبل رائع، وقد تثير غيرة الكثيرات من بنات جيلة. لديها صفاء نفسي رائع وحب للتعاون والمشاركة مع الآخرين. هي انطوائية خجولة حساسة، تحب الجمال والفن، تحب البيت والمكوس بالبيت، قوية ذكية لديها ثقة عالية، إنسانة ثقة بكل معنى الكلمة. إذا استأمنت على شيء خلص حفظته كتومة غيورة. تفضل الحياة الهادئة والمرتبة والمرتبة بعيدا عن صخب الحياة. هي مادية نوعا ما، تحرص على جمع الأموال مشان أمان لإلى للمستقبل. تحتاج إلى التقدير الدائم، وأحيانا بعمر المنتصف العمر ما كتير بتشوف التقدير، لكن بيوعدك الزودياك وبوعدك أنا وكل الأرقام توعدك أنه رح يكون في تقدير كتير كتير من اليوم وطالع. مني إلك يا بتول كل الخير والسعادة. هو أننا أكيد لكل البتولات كل الحب مستمعينا. من معي وقت أحكي عن حرف الباء على السريع؟ معنا اتصالات، يلا على السريع. حرف الباء، حرف الباء طبيعته ترابية رطبة، يجمع بين متناقضات كثيرة لكن أغلبها بصالحه. حرف الباء إنسان هادئ قوي، يمكن الاعتماد عليه لأمانته وشرفه. ينطبق عليه أنه إنسان ثقة بمعنى الكلمة. إذا استأمنت على شيء كن على يقين أن الأمانة ستظل محفوظة حتى لو كانت على حساب ذاته. هو إنسان كتوم غيور على كل ما هو ملكه بشكل مبالغ فيه، غير عاقلي والديه رغم أنه هو ما بيكون المميز عندهم. يتحول أحيانا إلى السجين اللي يريد التحرر من كل الأشياء حوله، بيحس أنه الدنيا عم تضيق عليه وأنه جناحاته العريضين ما بقى عم يحلقوا فيه، لأنه حر بطبيعته، هو بيحب الحرية وما هيك بيكتم هالشي بداخله، وهذا بيأثر أحيانا على مظهره الخارجي لأنه كل ما بيعصب بياكل بينفش. هو صمود الجبال يعني ما في شيء بيهزه. بالمناسبة هدوءه أحيانا بيكون على نوع من الخمول، وهو صبور إلى أقصى درجات الصبر. حتى أيوب عجز عن الصبر اللي هو عم يصبره. هو شخص رومانسي بداخله عالم خاص، يريد امتلاك الحب، فقط الحب. مميزات الصمود، عيوبه أنه تقليدي، أنه أحيانا بيكون شو بيقولوا أنه هو بيروح معه، يعني أنه بيفكر كتير كتير بالآخرين. بناسبه من الأحجار الكهرمان والسندوس. أمراض الصداع، أمراض الأعصاب والقلب والجلطات الدموية. أيام السعد هي السبت والخميس. الحروف اللي بيتوافق معها هي الجيم، الزين، السين، الكاف، الألف، الميم، الشيم والدال. الأحمر الأغامق بناسبه، الأصفر، الأخضر الفاتح والبنفسجي والأزرق بناسبه. كمان مني لكل حروف الباء كل السعادة والسرور. شكرا شكرا لك نايا. مباشرة نروح للاتصالات. أول تليفون. ألو ألو. أيوة صباح الخير. صباح الفل. بس إذا تريدي بدي أسأل عني. تفضلي. رانيا بنت أميرة، 9/11/1978. وكمان عن زوجي وبنتي إذا تريدي. زوجك بس قولي. زوجي اسمه بنتك أيهم. بعدين أيهم ابن وجيها، واسمه سهيل كمان. شو بتنادي له أنت؟ سهيل من عيط له من نادي له. تمام شو بدك عنه؟ 10/1/1982. تمام، شو بدك عنه يا رانيا؟ بدي أعرف عنه لأنه هو عسكري مفقود صار له فترة. أنت ثور عزراء، رقمك الكوني 4، هو رقمه 1/6 سهيل، وكمان هو ثور على اسم والدته وجدي على المواليد. هيدي بدها كتير حسابات يا رانيا.
والله أنا جاي من منطقة بعيدة لهيك، فيني أخذ رقمك أو شيء؟ بيعطوكي رقمي تحت الهواء تكرمي ست الكل. عني أنا إذا بتريد رقم 4 هالسنة، من المحظوظين جدا جدا، عنده انتقال لمنطقة عالية جنب شجر، هو محمي من الأمراض وهي أهم شيء، ما عنده مشاكل صحية، عنده عصبية وانفعال وشوي الجانب الأيسري، عنده حظ وحظ وحظ، وأنا شايفة في ارتباط جديد سوري، لكن أنا شايفة في شوية تعب، تعب صحي، ديري بالك بس من البرد. وعندك أولاد؟ عندي بنت. وليا خلص طالعة. حوراء اسمها، حوراء بنت رانيا. أيوة. 31/10/2013. تمام. 2013 بيكون رقم الكوني 5، عند ولادة جديدة، عند انتقال من مكان لمكان. هي شو إنه صفية؟ هي صف ثالث بس. شو رق شو رقم 5 منتقلت على مكان تاني أو بدها تنتقل على مكان تاني؟ انتقلنا على محل تاني، على منطقة يعني بجبلي هي. لكن رح تجيب لك حظ وحظ وحظ، أنت وياها حظ كتير كتير حلو هالسنة لحوراء. شو برج الأرض العربي إذا بتريدي؟ هي جدي على هيدا، عقرب جدي. الحوالينا كيف نحن امورنا معهم اذا بتريد. لا انت ما ديري بالك على حواليك، انت ممتازه كتير كتير، انت وبنتك، وانا شايفه في شغل. انت شو بتشتغلي؟ ما بشتغل شيء. انا شايفه بدك تقدمي على شيء او شيء، انا شايفه مصدر رزق او اكثر من مصدر. فاتت بدك تفتحي شيء خاص؟ والله كنت عم فكر هيك، بس في شغلات يعني هناك بضاعه بدها تروح الاراضي مع الدوله او هيك شيء يعني. هاي في تعويض، في تعويض كتير كبير لإلك، في تعويض كتير كتير كبير. ايه طيب معلش اخذ رقمك الارضي. اخذي هلا اخذي تحت الهواء. صبايا بلكي بيعطوك اياه وتكرم عيونك، وان شاء الله هيك بيرجع لك زوجك وبتكونوا بخير وبامان حبيبتي. بدها تعرف عن روها بنت منال. يا الله يا روها، والله لا شو حبيبة قلبي، والله صار 10 والله يعني طبعا انت غالية لي اكيد يعني كتير كتير. هي انت شو بدك سريع عم بتقول بدها تعرف بالتحديد في ارتباط هيك؟ هي شو مواليدها؟ 2003 23/20 الاول 2002. قلت لك 100%، قلت لك يا حياتي انت عندك حظ مطلق، وانا واثقة انه في عندك حظ مطلق، فما بقى ابدا يعني بس بردي اعصابك يا صديقتي. انت رقمك الكوني 7 وعندك دبل حظ، وفي حدا وبعتي لي قلت لك اسمه يا روها. انا سبق وحكيت انه نايا انت، لانه دائما عم بتكوني فعم تعرفي الاسماء المكرره، انا ما عم بعرف افتح الرسائل بشكل عشوائي. الو الو ايوه مرحبا. هلا بعد اذنك بس بدي اعرف عن السنه الجايه. اتفضلي. في سفر او شغل نيرمي؟ ايوه. بنت نسرين. ايوه. 26/4/2002. يا نرمين باب السفر مفتوح 100%. في شغل إلي إنه أنا كشغلي يعني بالمكياج. أنت جدي وثور على المواليد ورقمك الكوني 7، عندك حظ وحظ وحظ وحظ، عندك دبل حظ، أنت شفاطة الحظ أصلا هالسنة، ورقمك 7 يعني عندك شغل، عندك مساعدات، عندك فرص رائعة، عندك لهجة غير لهجتك، عندك شيء تجميلي، عندك ارتباط، كله موجود برقمك. بالتوفيق. ايه بالسنة الجديدة طبعا. طيب يسلم ايديك. هلا يا روحي. بالتوفيق ان شاء الله. فرح بنت منيرة 12/1/2001 مع طاهر ابن نادية 22/7/2000. حابة تعرف اذا في توافق. قديش طاهر؟ 22/7/2000. طيب كمان قلت لك يا فروحة، قلت لك رقمك 9 وهو رقمه 9، وبرضو قلت لكم انه ايه في توافق وان شاء الله بيكون في محبس قريب. معنا اتصال. الو الو ايوه تفضلي. يعطيك العافية. هلا يا روحي. بدي اسأل عن تهامة بنت بسيمة. توافق يعني مع شخص 25/12/76 مع محمد ابن ليلى، بس ما بعرف المواليد. قديش بتقولي عمره يا ست تهامة؟ بال39 هيك يعني بشكل تقريبي. هو قديش اكبر منا اصغر منا؟ انا شايفته اصغر منا عزيزتي. ايوه. طب بصير توافق ولا لا؟ تهامة سرطان وهو ميزان، ما بعرف شو رقمه، خلينا نقول هو مواليده 89 انا شايفته. قديش وحق 82؟
والله ما بعرف بالضبط يعني. انا شايفه فيه ان شاء الله مح، بس الا اذا حدا دخل على الخط كانه عنده هم ولد هو، او عنده هم حدا تاني، حدا داخل على الخط من جهته هم ولد كاني مرتبط يعني كاين من قبل. ايوه شكرا لك. ممكن يصير ارتباط؟ ايه طبعا ممكن اكيد. مين والله فادي ابن بسيمه 11/8/85 عن كل شيء فادي، واذا عنده ارتباط هالسنه. فادي عقرب على اسم الوالدة وأسدي، ايه عنده ارتباط فادي هالسنة، عنده خسارات مادية ومعنوية ممكن على تجهيز على ارتباط. شكرا لك يعطيك العافية. علا بنت هناء 24/7/92 بدها تعرف عن الارتباط. ارتباطه بشكل عام. انت يا علا 82 هي؟ 92 92 ايه. انت ثورة على اسم والدتك و واسدية على او اسد على اسم على المواليد، ورقمك الكوني 8. داخل رقمك كان بارتباط، المفروض كان في حدا وترك. اذا في حدا بعتي لي اسمه لشوف لك اذا حيرجع، لاني انا شايفه كان داخل رقمك بارتباط وفراء. معنا تليفون. الو. ما في تليفون. رشا بنت منيرة 30/12/92 كمان حابه تعرف شكل عام عن الارتباط. اوكي رشا، كمان انت جدي ثور ورقمك الكوني 8، وقلت لك هالسنه قلت انه لبرج الجدي عنده حظ وحظ وحظ، هو شفاط الحظوظ. عندك 3 شهور هدول، هلا هذا والبعده والبعده، مستحيل عندك الكوكب الزهرة اللي هو كوكب الحب مستحيل يطلع من عندك غير مبارك لك بمبروك هالقد قدام. معنا اتصال. في اتصال. ايوة. الو. ايوة تفضلي. سامعتيني حبيبتي؟ ايه سامعتك. انا قلتك سوسن بنت المازة. سوسن بنت المازة. اوكي. مواليد 10/5/1981. شو بدك تسألي يا سوسن؟ بشكل عام انت حمل على اسم والدتك، وانت ثور على المواليد، ورقمك 1/5، ورقمك داخل بولادة جديدة، والولادة تعني انتقال لمكان تاني او ولادة طفل. انت شو مجوزة؟ ممكن يكون في، انا ارمل شهيد، ممكن يصير عندي ارتباط. عندك 100% ارتباط ان شاء الله باذن الله. يعني انا مبروك كتير كبيرة، وقريبا بدك تبعتي لي اسمه. اوكي. ايه حبيبة قلبي انت. طيب ليكي بعد اذنك، ليس ابن سوسن ابني. إيه؟ في سفر عنده. شو مواليده لليس؟ ليس 2002. هاي من دون ما قلك ال 2002 27/9. بدك تودعي من غير شر على قلبه لليس 100%. نعم. بدك تودعي من غير شر على قلبه لليس 100%. على وين؟ مسافر على بلد أجنبي. أنت عم تقولي السفر يعني مفتوح. إيه سفر مفتوح على بلد عربي ثم أجنبي. يعني بالبواخر مثلا؟ ممكن. ايه ممكن. انا شايفه هو برجه عقرب على اسمك، وهو ميزان ورقمه الكوني 7، ومفتوحه اموره جدا جدا، يعني عم يجهز اوراقه من غير شر رايح. طيب حياتي بس سؤال اخير. زين ابن عبير هذا عنده وضع صحي سيء. طيب بكره احكي معنا يا وقولي لي بالمره اسم الشخص. لانه الوقت رح يخلص يا عزيزتي. ايه؟ وصار في كتير رسائل. بكره ناطرتي. طيب شكرا لك. شكرا. عنا ماسا بنت خلود 6/2/2006. 2006؟ ايه عن الدرس 6/2/2006. المستقبل. ثور يا ماسا ودلو بتطيري العقل، رقمك الكوني 3، انت شطورة كتير كتير كتير، وامورك ممتازة ولا اروع منها. حلوة جميلة هالسنة، عندك انتقال من مكان لمكان، عندك لم شمل عائلي، عندك انتقالات عجبار رايحين تصيف، امورك رائعة جدا. اذا عم تسألي عن الدرس انا شايفتك انت ملتزمة وشطورة ان شاء الله. بدي احكي معلش عن برج الحوت، لاني على سنة 2022 كل مرة بمرق برج. ايه طبعا. او اذا بدك على برج السرطان مرقنا من قبل. مثل ما بدك ما في مشكلة. لبتول كوني حكينا عن بتول اليوم، هي برج حوت. حقلك يا بتول سنة 2022 لبرج الحوت عم يدعمك كل الكواكب، تشهد تغييرات فعلية سواء من حيث الاسلوب او التعاطي مع المحيط. انت اخذ عهد على نفسك، او لازم تاخذ عهد على نفسك، تتخلى عن طيبة القلب
وخلي العقل فقط يحكم هالسنة، لأنه عانيت كتير من مناغصات سواء من أفراد العيلة، من الأصدقاء، من الشركاء بالعمل. رح تكون سنة 2022 بداية مو رائعة، أكثر من رائعة، تغيير جذري لكل الأبراج، لكل الطوالع، يعني الدائرة الأولى والثانية والثالثة. عندك حقيبة سيادية، عندك مناصب، عندك علاوات، ترقيات، تحسن قوي بمجال العمل، ترفع لك القبعة. أنت شخص متفاني بالعمل، جدير بالاحترام والمسؤولية، ترتقي وتنخرط بالمجتمع بشكل فعلي، تنجح بمجال الصناعة والتجارة والزراعة، لديك صفقات، إذا خصوصا إذا كنت عم تعمل بمجال التجارة، استيراد أو تصدير، عم تشتغل وعم تتعب، ورح يلمع نجمك بشكل سريع، علما أنه مجموعة من الأصدقاء عم يدعموك ماديا ومعنويا. رح تنجح بكل المجالات لأنك أنت بتتابع كل صغيرة وكبيرة، عندك صفقات، شراكات، بالمجمل نجاحات بالمجمل. بشكل فعلي أنت المحظوظ الأكبر، أرباح مالية غير متوقعة رح يلمع نجمك، وتكون نشيط جدا جدا، رح يكون عندك إقبال على العمل وعم تتابعه بشكل سريع. أكثر مواليد برج الحوت عندهم سفر للخارج، عندهم زواج، عندهم مشاكل عالقة رح ينهوها، سواء كانت قضائية أو عقارية أو عائلية، رح ينجحوا بأنهم يتحلوا بالصبر أو ما يستعجلوا ويقدموا على أي خطوة سلبية، ورح ينظروا مو لنص الكاس المليان، رح ينظروا الفاضي، رح ينظروا لنص الكاس المليان. عندهم للبعض ولادة جديدة، عندهم للبعض تأسيس لعمل جديد، زواج، سفر، حقيبة دبلوماسية، شهرة، رح يتصدروا الشاشات التلفزي، عندهم كفاءات رائعة، رح يلمع من كل الجهات، اسلوب من حيث الاسلوب والحضور والحظوظ، خصوصا انس الحوت اذا كانت بتعمل بالفن. تحية لهيفاء وهبي، طبعا نراها، رح نراها على شاشات التلفزي وترفع لها القبعة في حركة بيع شراء. انت من افضل هالسنة، ما حتنساها العشر سنين لقدام، من افضل الاعوام لك يا برج الحوت بسبب التغييرات اللي رح تشهدها. انا بقول لك انه ينعاد عليك، وان شاء الله سنة خير 2022 تكون مميزة كما انت ناطرة ومتفائل فيها. طبعا من 29-12 لما بينتقل لعندك كوكب المشتري، كوكب الحظوظ السعيدة، ليعطيك سنة حظ لعشر سنين لقدام. كل الشكر لك خبيرة الفلك والأبراج نايا نعمان، تهوأتنا ساعة 11:31 دقيقة، وإن شاء الله هيك يعني سنة سعيدة لبرج الحوت وكل الأبراج، 100% والحظ يكون قوي لكل السوريين يا نايا وين ما كانوا. كل الشكر لكم مستمعينا أكيد، ولفريق عمل قناة أوغاريت وإذاعة أمواج، شكرا للجميع، باي باي. Make you come again.